نتابع هنا الهجمة اللي بتحرك في الأماكن الأمامية، وكان هنا لازم يبقى فيه ربط واحترام للتحرك. عموما الكرة عرضية بيحاول، وهدف، هدف بالنيران الصديقة، هدف تاني أهلاوي، مش ممكن، هدف غريب، غريبة وعجيبة يا كرة القدم، مش ممكن. ايه ده تريزيجيه بيلعب عرضية. في الهجمات والهفوات بقى في زيادة عددية، انا في 3 ضد 2 اتلعبت وحطيتها، ده اللاعب يحيى تراوري. ايه يا عم يحيى، ده الراجل قال لعمرو جمال ولاحمد عبد الظاهر استريحوا خليكم موجودين، انا هنا ايه هلعب سنتر فيرود وحطها، حاططها جميله. ايه يا ابني ده الراجل مش ممكن، في حد يشتت كده يا راجل. يحيى تراوري وهدف تاني للنادي الاهلي، حاططها سام سعد.